السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفلوج جديد ورمضان مبارك على الجميع. ما تنساوش انكم تدعموني بابوني وديروا جيم وتحطوا لي لي كومونتيرات الزوينه ديالكم في التحت اللي كتفرحني انني نعطيك اكثر واكثر، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم يا البنات حبيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي هي الحريشات مالحي ومعمرين، بواحد الحشوه كتجي لذيذه بواحد الطريقه جديده وزوينه، وقلت لي مالا ما نتقاسمهاش معكم وتجربوها ان شاء الله. ونتمنى انها تعجبكم وتروق الاعجاب ديالكم. دابا غادي نمر باش نوريكم المقادير وخليكم معايا. نمروا المقادير. عندي هنا بالنسبه للحشوه الفلفله مشويه، واحد ثلاثه الفلفلات مشويين ومقطعين. هنا عندي لي زيبينا اللي قطعتو على هذا الشكل هذا، وهنا عندي البصله مشلطه، واحد بصله كبيره مشلطه. وهنا عندي الطول اللي سبق تحضرته معكم في واحد لا فيديو في الدار. وهنا عندي الزيتون مخلط، زيتون كحل والزيتون عادي المشرمل اللي فيه شويه الحار. وهنا عندي السميده ديالي اللي غادي نخدم بها الحرشه، عندي هنا 250 غرام الرابعه. وهنا عندي واحد الكاس الماء دافي، هنا عندي واحد نص كاس اللي فيه الزبده مذوبه مع الزيت لوسيور. وهنا عندي خميره حمراء غادي ندير فيها معلقه صغيره. وهنا عندي واحد الفرماجه كيري، وهنا عندي شويه ديال العطريه، عطريه اختياريه درت فيها شويه الملح، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الزعتر، شويه ديال السكنجبير، ورقه سيدنا موسى. ودابا غادي نمروا في طريقه التحضير وخليكم معايا. وهنا البنات كندوز معكم التحضير الحشوه. غنشد هاد المسائل هادو وغنحشرهم. شدوا المقله، بسم الله. وعلى فكره يا البنات هاد الحشوه هادي كنطيبها بشويه ديال الزيت ديال الطون. الزيت اللي عندي هنا في الطون هي باش كنطيب هاد الحشوه هادي. البنات من بعد ما سخنات شويه المقله ديالي كنزيد عليها شويه ديال الزيت ديال الطون اللي كنت حضرته معكم. كنشد هاد البصله مع لي زيبينا مع الفلفله، كنلوحهم يتشحروا مع بعضياتهم. هنا يا البنات من بعد ما تشحرت لينا هاد الخضرة هادي كنزيد عليها التوابل اللي كنت درت معاكم. بسم الله. ونزيد عليها الزيتون. وشوية ديال الطون. ونبقاو نحركو. حتى طيب لينا هاد الحشوة ديالنا ونرجع معاكم. هنا يا البنات الحشوه راه طابت عندي، نزلها في هذا الغسيل هذا. بسم الله. وعلى فكره يا البنات راه الحشوه كتكون اختياريه، ولا بديتو تزيدو حتى شويه ديال الكاشير راه كتزيدو شويه الكاشير. ها هي الحشوه عندي هنايا. ودابا غادي ندوز باش نحضر الحرشه. دابا يا البنات عندي هذا البانيو هذا اللي غادي نخلط فيه الحرشه ديالي. هنا كنشدو 250 غرام ديال السميده. بسم الله.
وكنزيد عليها يا البنات واحد معلقه ديال سنيده او نص معلقه، راه اختياريه. بسم الله. وكنزيد عليها واحد شويه ديال الملحه، وبالنسبه للخميره كنديروا غير واحد نص معلقه صغيره، كنديروهاش كامله. هنايا البنات كنخلطوا النواشف مع بعضهم، ودابا كنزل عليهم بهاد نص كاس ديال الزيت لوسير مع الزبده المذوبه. بسم الله. باش كنجمع الحرشه ديالي، عرفت كتجي مرمله. ودابا يا البنات كنجيب واحد كاس ديال الماء يكون دافي، بالنسبه للربع ديال الحشره كيكفي كاس ديال الماء. بسم الله. وكنكبو شويه بشويه، حنا كنكبو حنا كنجمعو. كنستمر البنات بهذه الطريقه حتى كنساليو الكميه ديال الماء اللي عندنا. هيا البنات خاصها تكون ما جاريه ما مرخوفه بزاف، ما قاصحه بزاف، تجي ما بين وبين. هنايا البنات ها هي الحرشه ديالي كيفاش جات على هذا الشكل، ودابا كنزيد عليها الحشوه ديالي. بسم الله. وبالنسبه للحشوه يا البنات خاصها ما تكونش تكون ناشفه، ما يكونش فيها بزاف الماء، وكنخلطوا. ويلا بغيتوا يا البنات تزيدوا ليها الكاشير راه كتزيدو ليها الكاشير من هاد الحشوه هادي. وصافي يا البنات خلطتها مزيان مزيان ها هي. ودابا غادي ندوز باش نشكلها معكم، وخليكم معايا البنات. ما قلت لكمش بالنسبه للكيري راه كنضيفوها هكا مع الخليط. بالنسبه للكيري البنات راه كديروا نتوما على حسب الاختيار، يقدر ديروا وحده يقدر ديروا جوجات نتوما واش محبيتو. وكنخلطوها مزيان مع هذا الخليط ديالنا البنات. عندي الطوا كنرشوها بشويه ديال السميده. بسم الله. وكنشدوا الحشوه ديال عفوا كنشدوا الحرشه ديالنا. بسم الله. كنبسطوها على هذا الشكل. هنا عندي هذا قطع عادي. بسم الله.
كنقطعوا حريشات صغار هي عندي هنايا بسطه في هذا المول هذا، وعندي هاد الغطاه ديال الطويجين غادي نقطعها بها باش نشكل دوائر. وكنرشوها من الفوق بالسميده وغادي ندوز نطيبها. بنات الحرشات ديالي كيطيبوا، كاين البنات جاو الشكل ديال الحرشات ديالي اللي عامرين، هو داك الشكل اللي دار لي كنت درت في نجيمات هكا، وهذا الشكل الطاير، وراه صدقوني يا البنات كيجيو رائعين في المذاق وكيجيو بحال الشكل ديال البيتزا. نحل معكم وحده تشوفوها، هيا يا البنات كيجيو محشوين غزالين غزالين وبالصحة والراحة.